وأخيرا إلى الصين، وبالتحديد إلى جبال تيان من شان، والتي كانت مكانا خصبا للأساطير والقصص المحلية لآلاف السنين، إذ كان يعتقد في الماضي أن فيها بوابة السماء. ما هي تلك البوابة والتفاصيل في هذا التقرير؟ أصحاب القلوب الضعيفة، ليس لكم مكان معنا اليوم في هذه الرحلة الفريدة من نوعها والتي تحبس الأنفاس. أما المغامرين، تعالوا معنا لنذهب إلى بوابة السماء في الصين، وتحديدا إلى جبال تيان مانشان، والتي كانت مكانا خصبا للأساطير والقصص المحلية لآلاف السنين، إذ كان يعتقد في الماضي إن فيها بوابة السماء. تقع هذه الجبال في مقاطعة هونان الصينية إلى الجنوب مباشرة من مدينة تشانغ جياجي، وبها مشاهد خرافية، ولكن الطرق إليها مخيفة، فهي ذات منعطفات والتواءات كثيرة تثير الرعب في قلوب كل من شاهدها. طول الطريق الملتوية 10 كيلومتر، وتسمى جادة تونغان أو الجادة نحو السماء، وقد استغرق بناؤها 8 سنوات، وافتتحت في عام 2006، وبها 99 منعطفا ترمز إلى قصور السماء التسعة، وأعلى نقطة فيها ترتفع 1300 متر فوق مستوى سطح البحر. ويمكن الوصول إلى بوابة السماء مباشرة من المدينة باستخدام العربات المعلقة التلفريك، وهو أطول تلفريك في العالم، إذ يبلغ طوله 7455 مترا. تبلغ ارتفاع بوابة السماء 131 مترا و60 مترا عرض، وتتسع لمبنى من 40 طابقا. ولكي تصل إلى هذه البوابة، لابد لك من أن تصعد درج تيانان أو سلم السماء، والذي يتكون من 999 درجة بدون أي مصاطب للتوقف. ومؤخرا، ولزيادة الإثارة وإضافة المزيد من المتعة للسياح، تم إنشاء ممشى سمائي زجاجي يحبس الأنفاس. تتبارى البلاد المتقدمة في خلق أدوات جذب للسياحة، ويبدو أن الشيء الرائج الآن هي إهداء السائح إمكانية تعرض حياته للخطر أو توقف قلبه رعبا. ويبلغ ارتفاع الطريق 4000 قدما عن سطح الأرض، ويبلغ عرضه 3 أقدام، كما يبلغ سمك الممشى حوالي 2.5 بوصة. ويحرص الصينيون على إضافة المزيد من الرعب، حيث قاموا ببناء أرضية وحواف الطريق الملاصق لجبل تيانان من الزجاج الشفاف، بحيث يتمكن العابر من رؤية كافة التفاصيل الخطيرة. ما رأيك في بوابة السماء؟ شفتي؟ مستحيل منك للسماء على طول، خلاص انسي الموضوع. أنا دخت أصلا من الفيلم، دخت. لا صعب، بعدين الشيطان يركبك وقتها. طيب يا ترى الزجاج سليم ولا في شرخ ولا خيالي؟ ممكن يحصل لا قدر الله، زي ما تكوني في مدينة الألعاب وتركبي الملاهي، ولا حبكت على حظي أنا تسقط ال آه نلتقي مع أهم